يا يا با يا يا ربي بك عييتي نسمعك دور فيا وخوك وراه دوك هذا دير في السمير امشي انت تكوني كيو انا شدك الكابات يمشي يا نورمال واش هاك ومن بعد يمشي وخلاص سبحان الله يا خويا قلنا جينا شويه بكري علاش جينا روط راكد على انا ما بدي ما نقدرش نمشي علاش راك تعيط قدام الناس استغفر الله العظيم علاش راك تعيط قدام الناس ماشي مال فترف هذه يمشي خلاص امشي زيد منك اش بيه شكون هذا بابا باباك ديال الوالدايا ايوا راه مشكل يا كيفاش المشكل هذايا باباك هو اللي يرفد انت ماما مولي ترفد بصح بابا واش دخلك كيفاش واش دخلني بابا انايا انا قنا بابا كيفاش واش دخلني بابا انايا انا قنا بابا هذا بابا كيما راه باباك العباره الاولى اللي تلفظها هذا الرجل اللي ما استناش بزاف وتدخل باش يوقف الابن عند حده تالي انا قنا بابا كيفاش كان بلادي بيديروا له هكايا باباك هذا ماشي خوخ قلنا له في الوقت يجي انا غير ندور انا اللي جلو تاعي وجعوني ما قدرش وزيد عطيني الكابا نرفدها بالعقل خويا بالعقل هو ما يرفد والو سبحان الله العظيم جزيرة هذه على باب ماما والو سبحان الله العظيم انا قلت قاعد نديهم له اسال الولاد عطيتو الوقت قداش يجي وما جاش معليش او غير يدور فيا لا غادي كي جبدك من معليش خويا باباك هذا باباك باباك هذا باب من بيبان الجنة هذا باب من بيبان بالك راك تحت باباك يديروا له هدايا قد ما يكون عندك مجال قد ما يكون عندك مجال اوف ما تقولها له قد ما يكون عندك مجال يا اوف ما تقولها له اوف ما تقولها له